حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج بودكاست مع أسيد. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. حلقة اليوم هي 1 رمضان. ما علينا، خلينا نسولف مع بعض شوية. والحلقة الأولى من برنامج بودكاست مع أسيد في 1 رمضان راح تكون عن القومية العربية. القومية العربية في مفهومها المعاصر هي الإيمان بأن الشعوب العربية واحدة، تجمعهم اللغة والثقافة والتاريخ والمصالح المشتركة. الدول العربية من المحيط إلى الخليج، وتاريخ العرب أو نشأة العرب أو بدايات التاريخ العربي يصعب معرفته بالتحديد، فكان يظهر افتخار العرب بتاريخهم من خلال الشعر في العصر الجاهلي. وعندما أتى الإسلام افتخروا العرب بالإسلام وبعروبتهم أيضا في الشعر، وزاد هذا الشعور بالفخر في عهد الدولة الأموية، أي في العصر الحديث. جسدت هذه الفكرة في أيديولوجيات مختلفة مثل الحركة الناصرية والتيار البعثي، لأن هؤلاء كانوا هم الأكثر شيوعا في الوطن العربي، خصوصا في أواسط القرن 20 حتى نهاية 70s من نفس القرن، والتي تميزت بقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. يؤمن القوميون العرب بالعروبة كعقيدة ناتجة عن التراث المشترك. التراث المشترك من الثقافة والتاريخ والجغرافيا، بالإضافة إلى حرية الأديان. وحدة البلاد العربية كانت هي الهدف الأبرز للقوميون العرب. من 60s إلى 80s والقوميون العرب يبحثون عن الوحدة العربية ككتلة اندماجية بين الدول العربية. بعد فشل الخطة الاندماجية للقوميون العرب كوحدة البلاد العربية، بدأوا ينادون بمفهوم جديد، وهو التوحد والانصهار سوياً من خلال السياسة الخارجية للدول العربية، وذات ثقل اقتصادي كبير يقوم على الاقتصاد الكبير وتوحيد العملة للدول العربية. وكان القوميين العرب ودهم حرية الانتقال للأفراد والبضائع بين الدول العربية دون جمارك ودون أن يكون هنالك حدود بين دولة وأخرى. وكان القوميين أيضاً يحاولوا أنهم يشغلوا أو يفعلوا اتفاقية الدفاع العربي المشترك. كل هذا كانوا يسعولوا علشان يكون هنالك اتحاد للدول العربية، ولكن كانوا ودهم كل دولة تحافظ على خصوصيتها التراثية والاجتماعية والثقافية. وفي مفكر عربي اسمه عزمي بشارة عرف القومية العربية. شو قال عن القومية العربية؟ القومية العربية ليست رابطة دم أو عرق، بل هي جماعة متحلية بأدوات اللغة ووسائل الاتصال الحديثة، تسعى إلى أن تصبح أمة ذات سيادة. القوميون العرب طبعا حاولوا أن تكون هذه الوحدة أو هذه القومية العربية ذات طابع علماني. طبعا واللي ما يعرف شو يعني الطابع العلماني، هو فصل السلطة عن الدين. يعني القومية العربية تكون تتكلم بالعربية بعيدا عن الدين، إن كان مسيحي أو إسلامي. وكان الهدف من هذا الشيء إنه يكون الطابع لها قومي بعيدا عن الدين، من أجل نزع ونبذ الطائفية بين البلاد العربية. طبعا ظهرت القومية العربية في بلاد الشام، وكان المنشأ لها سوريا بعد أن قام محمد علي بالحملة المعروفة للجميع، وتبع هذه الحملة اللي قام فيها محمد علي التدخل الأوروبي بعد ذلك. طبعا ومع بداية ظهور القومية العربية كان لهم مطالب، بدأت مطالبهم خفيفة، كان من ضمنها بالبداية الإصلاح داخل الدولة العثمانية. والمطالب التي تبعت هذا المطلب شو طلبوا؟ طلبوا أن يتم استخدام أوسع للغة العربية في المدارس والإدارات المحلية التابعة للحكومة
أو الدولة العثمانية. طبعا وهذا كله قبل عام 1908. بعام 1908 صارت ثورة وصار هنالك تشدد على المطالب، يعني الدولة العثمانية رفضت هذه المطالب، والقوميون العرب شددوا على مطالبهم، وكان كل ذلك قبل عام 1908، لأنه عام 1908 حصلت ثورة اللي حصلت ثورة الاستانة وبرنامج التتريك اللي فرضته الحكومة العثمانية، اللي هو ما كان يعرف بجمعية الاتحاد والترقي بين قوسين تركيا الفتاة. حتى هذا الوقت اللي هو 1908 لم يكن هنالك للقوميين تيار شعبي قوي يمثلهم. في ذلك الوقت كانت الشعوب العربية تتبع العشيرة أو القبيلة أو للإدارات المحلية العثمانية، أو حتى كانت تتبع لمين؟ الإدارات المحلية التابعة للحكومة العثمانية، أو كان هنالك ما يسود هو الاتباع لطائفة كل الشعوب. طبعا حاول القوميين العرب أنهم ينشئوا تيار خاص لهم وأنهم يظهروا على الساحة العربية، لكن كان هنالك منافسين قويين للقوميين العرب اللي هم الجامعة العثمانية والتيار الإسلامي. بعام 1913 اجتمع بعض المفكرين والسياسيين العرب في باريس بما يعرف المؤتمر العربي الأول، وتوصلوا إلى عدة مطالب، وأهم هذه المطالب طالبوا بالحكم الذاتي داخل حدود الدولة العثمانية. طبعا بدأت الحكومة العثمانية بالانهيار، وعندما بدأت بالانهيار كان هذا دافع للحماس وزيادة المشاعر القومية لدى أبناء الوطن العربي. طبعا وكان هنالك قمع وحرب شرسة طاحنة للجمعيات العربية السرية التي كانت تنادي بالتحرر من الحكومة العثمانية والدولة العثمانية، وخصوصا بين عام 1915 و1916 لما قام بحملة كبيرة ضد هذه الجمعيات جمال باشا، وقام بإعدام الكثير من المفكرين والقوميين العرب في دمشق في سوريا وفي بيروت في لبنان، وأصبح ذلك هو الدافع الرئيسي والأول على تقوية المشاعر العربية ضد الأتراك. تصادف مع هذه الأحداث قيام حاكم مكة في ذلك الوقت الشريف الحسين بن علي بالبدء بالثورة العربية الكبرى التي تصادفت مع بداية الحرب العالمية الأولى. وبعام 1918 هزمت الدولة العثمانية، ودخلت القبائل العربية المواليه للأمير فيصل ابن الحسين إلى دمشق، وحينها شهدت القومية العربية، هنا بالتحديد بدأت القومية العربية بالازدهار، وحاولوا إقامة دولة عربية موحدة بقيادة الأمير فيصل ابن الحسين. أين نحن اليوم؟ وين صرنا اليوم بالقومية العربية وبالوحدة العربية؟ مثل ما يقول كل يغني على ليله. في الختام لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ووضع أعجبني على هذه الحلقة. في النهاية من لم تكن قبلته الأولى الوطن فلا هوية ولا وطن له. ونعدكم بتقديم حلقات قادمة شيقة وفيها العديد من التفاصيل للجيل القادم الذي لم يقدم له التاريخ الحقائق التاريخية عن رجالات الأردن وعن رجالات الوطن العربي وعن الأحداث التاريخية التي صنعت بعزة وبكرامة وبشموخ وبرجولة. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، ونشوفكم بحلقة جديدة. سلام عليكم.